بونص يعطى لكل الفرق الفائزة سابقا بالمواسم السابقة. توخيل كان حاضرا وجاهزا ولم يرد التفريط أبدا بمثل هذا اللقب. يعني فياريال كعادة الفرق الإسبانية، فياريال أو إشبيليا السنة الماضية شفنا مع بايرن ميونخ دائما فرق مزعجة للخصوم الأوروبيين الكبار، لكن دائما عامل الخبرة سواء بركلات الترجيح أو بالدقائق الأخيرة الحاسمة مثل ما شفنا السنة الماضية مع بايرن ميونخ هو الذي يرشح كفة الفريق الذي يحرز هذا اللقب. بكل صراحة تشيلسي سيطر، إذا نشوف الإحصاءات سيطر على المباراة. نوعية لاعبين تشيلسي كان الفرق واضح بموضوع الخبرة وموضوع الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص، لمسة تخل أوضح صحيح. بالملعب. لكن طبعا نادي فياريال هو نادي مجتهد بقيادة مدربه إيمري، أوناي إيمري أيضا مدرب خبير بموضوع الكرة الأوروبية، فلذلك يعني استطاع اقتناص هدف وأنه يوصل المباراة للوقت الإضافي. هذا أنا برأيي كان إنجاز أنه قدر يتعادل مع تشيلسي ويوصل للوقت الإضافي، رغم أنه كان أفضل بالشوط الثاني ببعض المراحل فياريال حتى، لكن بكل صراحة الكرة أنصفت الفريق الأفضل، أنا هذا رأيي الشخصي. بموضوع ركلات الجزاء في نقطة كتير مهمة لعب عليها توماس توخيل وحتى صرح عليها بعد المباراة، قال أنه نحن طاقم الإحصاءات وطاقم الأرقام والمراقبة أعطاني توصية خاصة لتبديل الحارس ميندي بكيبا، لأنه كيبا هو حارس مختص بالتصدي لركلات الجزاء، وبالفعل شفناه قدر يتصدى لركلتين وأهدى الفوز حتى فيهم لنادي تشيلسي. هاي نقطة تحسب للمدرب وحتى يعني مو بس لنادي تشيلسي، إذا منلاحظ كل الفرق الأوروبية الآن أصبحت تعتمد على التكنولوجيا بموضوع تحليل المعطيات والبيانات لحتى تقدر تأخذ القرار الصحيح. وآخرها كمان حتى شفنا مدرب الشاب الجديد جوليان ناجلزمان اللي صرح أنه أنا بعتمد بنسبة 90% من قراراتي على البيانات أو الداتا.